والله يا ست، الحكومة لربما أخطأت يعني خطأ جسيم بحق المواطن. يعني اتخذت قرارات ولربما تكون هي قرارات يعني بالنسبة للاقتصاديين خاطئة جدا وفادحة، بس كسياسي السياسي اليوم ما يهمه هذا الموضوع. يعني لما يصرح التصريح، لما يعطي قرار، يقول لك أنا باقي لي إيش كم شهر إيش كم سنة وأطلع. بس هي اكو عواقب وخيمه جات تتولد من هاي السياسات الخاطئه ست، واليوم احنا جاي نشهدها. ومو بس اليوم وباكر عقبه وبعد سنه، يعني اخطاء كلش قويه من اتخاذ القرار رفع الدولار. يعني كان حجه الاخوه السياسيين بانه ما عندهم القدره بانهم يوفرون رواتب للمواطن، وبداوا يقترضون من البنك المركزي، وطبعا هاي مشكلة. فأخذوا يعني بحيلة سياسية وبحيلة قانونية، أخذوها من جيب الموظف وأخذوها من جيب المواطن، اللي هي نسبة 25 إلى 27% هي نسبة صعود الدولار. ترى هذا يعني حقيقة، يعني أنت يعطونه هو راتب مالته مثل المليون، بس هو إذا ترجعين سعر صرف الدولار هم ماخذينها اللي قدام من يمه. لما تصعد سعر صرف الدولار صوتوا عليه الاخوان بالبرلمان مباشره بطل الزيت. احنا شفناه ابسط مثال هذا، طبعا هو يعني من الف دينار صعد الى 2000 ولا 3000. يعني اكو مواد، بعض المواد صعدت 50%، بعضها صعد 100%، بعضها 150%، بعضها حتى وصل الى 200% من المواد الغذائيه يحتاجها المواطن بحياته اليوميه. فهاي مشكلة، يعني اليوم هاي مشكلة ولازم تتعالج. يا اخوان السياسيين، يعني اترجاكم انتبهوا للاخوة الاقتصاديين، خلوا مستشارين حقيقيين اقتصاديين، عندنا الكثير منهم اسماء لامعة، اساتذتنا موجودين، استعينوا بهم. يعني لا تنظرون بانه والله خلي امشي حالي شلون ما كان. هاي مشكلة، المواطن اليوم جاي يعاني، المواطن اليوم يعني هو الضحية حقيقة. هاي المواطن هو الضحية والموظف هو الضحية. يعني أنا ليش ما أدعم القطاعات؟ عندي قطاعات، قطاع سامح نرجع على التجاري القطاعات أدعمه من سيد بشكل عباس. حقيقي، أدعم القطاع الزراعي. سيد عباس، يعني جنابك أيضا تعرف المواقع التواصل الاجتماعي وغيرها يعني بثت هاشتاج هو الدولار يفتك اليوم بالفقير، ارتفاع اليوم السعر الدولار، برأيك هي سياسة تجويع؟ من المسؤول عليها؟ والله مسؤول عليها السياسيين ست، ولو أنا خاف يزعلون علي، أنا ما أنتمي لأي جهة، أنا رجال مواطن، يعني أمثل القطاع الخاص بكل شرائح مالته، يعني من الحمال البسيط إلى صاحب يسمونه التجارة الغير منظمة، يعني الغير مسجلة بالدولة، إلى التاجر الحقيقي، إلى المقاول، إلى المستثمر، اللي كل هاي الشرائح اليوم جاي تعاني بسبب صعود الدولار.